هذه سائلة تقول: أنا معلمة وقد التزمت بإعطاء كل طالبة حقها من الدرجات، ولكن في آخر السنة تجبر الإدارة أن أضيف بعض الدرجات لبعض الطالبات التي قاربن من النجاح، فما حكم ذلك؟ إذا كان هذا نظاما، الجبر هل بموجب النظام فلا بأس به، إذا كان موجب النظام فلا بأس به، أما إذا كان الجبر مخالف للنظام والنظام لا يجيزه هذا لا يجوز لكِ.